إذا من مص الخير قدمة تعاونية الفوز للصحتي والطبيعة للمشاركة في النسخة الثالثة لمعرض المنتوجات الفلاحية. نعم، ماذا عن أول مشاركة؟ أنا السيدة غيتي الكبيرة، رئيسة تعاونية الفوز للصحة والطبيعة، المنطقة مرس الخير تمارا بالرباط. المعرض كيشرفنا أننا كنمثلوا الجهة ديال مرس الخير تمارا بهذه المنتوجات ديالنا الطبيعية، مثل الزيوت ديال التجميل، بالأعشاب ديالنا ديال خيرات بلادنا. والمعرض الحمد لله ما شاء الله داز زوين، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية المشاركة، لا من ناحية البيع، الحمد لله. واخا أول مشاركة الحمد لله، يعني كنستطعوا بأننا كنسدوا شوية الحاجيات ديال الناس اللي معنا في التعاونية، شوية كنبينوا وكنعرفوا بالمنتوجات ديالنا شنو كنصايبوا، كنكتشفوا ديال بزاف ديال الكليان في المعاملات ديالنا في المعارض، كنتعارفوا مع تعاونية جداد، كنتبادلوا الآراء بيناتنا، الحمد لله كتكون استفادة عامة بالنسبة للمعارض، وهذا هو الدعم ديالنا احنا اللي بغينا أصلا. شكرا.